حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عبد الرحمن البصري إمام من أئمة الكبار، وأنا أكبر شيخ لمسلم. إن المقدمة قصة المانين كلام حزوزته، أكبر شيخ لإمام مسلم بوي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنب عبد الرحمن المصري عفوا البصري، لازم إمام مالك 30 عاما. إمام مالك صد صنع كسل اللابن يسوق البصري أوليبا مروا البنو موطعة مروا كدو الأخرين مروا كدو قيسين مروا سؤال كوي دياها. وحلقوا ترينو يا من أثبت الناس في رواية الموطع، بل لمن باي كل قد أصغى كهري لمن معا إيو عبد الله يوسف التنيسي لمن باي لطر تنسيان لبن ملا لن أدو قيام بضان ويا خير بضان. أبو حاتم الرازي وحجيري ما رأيت أخشع منه، عبد الله مسلمة بن قعنب القعنبي هو أكبر شيخ للمسلمة، ما رأيت أخشع منه أحد كخشوع بضن وكعبادة بضن ما أرد بولي عبد الله المسلم بن قعنب القعنبي. وأبو الصفري إمام مالك سوق الله شوقا كدب إمام مالك بالي وحمانته سوق لها يا قعنبي مانته إيمانية مركز لو قوموا إلى خير أهل الأرض أرضي سي عرمادي اللي شوقت عوري إن كان أن آدم مات صوب وقلنا إلى خير أهل الأرض دنيا نكو خير بطنا دنيا دك تشوق وما أقوم بطنا إلا كوي عبادة بطنا أنت لقى ورقة إن عابدة وخاشعة وزاهدة أيوها ولما مخلص في دينه وفي دعوته سيد الله الشيخ ابن معين أبو زكريا وحيد أسوق ما رأيت أحدا يحدث لله إلا وكيعا والقعنب. فن الحديث بنين بضن أحقا ذي علومنا قالنا حديث ورزة ويتقانا وركي حديث كنين إله درتي أتبيه وضدك أصي الله بنهم بانقرا وكيعيه يا قعنبي يعني وشهادة ما بعدها شهادة. مالك محولي قوموا إلى خير أهل الأرض. أبو حاتم الرازي وحكبت بالي جراح كوانلي ذهب يحولوا إياك إسكجي وحذر من هذا الجراح، وجراح ما حد قدوه ومتشدد في الجرح وإمام خير بضل. طيب يا خال الله حولي ما رأيت أخشع منه المعين حولي ما رأيت أحد يحدث لله إلا وكيعا والقعنبي يعني مخلصنا وحاكتوصي. أبو حاتم الرازي بقي ساعة عجيبة كالشيكي وعيجي وحان كان نمت وضن كان نقوم محدثين وواوين وفربضان قعني بار نمت وحان نكون لي وحان ربنا إنا موطئ مالك أن نكاد نقيسنه وضع أخرضه وحان ربنا من لفظ الشيخ كما غلان من لفظ الشيخ السماع القراءة عليه من ربار مركز سوري بري بعد الفجر إنا وقد نقا وحان بعد الفجر 10 كلام لينا هايو وحان حديث كده قيسنا وكقاضنا حجاج من منهال مركاسي وحويلو مركات كبحضان إيه ما هذا مركا وحيدا مركان كبحنا وحان سيئنا 10 كلام وحان ننكي وذاتك إبراهيم المسلم بان حديث كده قيسنا أصنا وحلق عوحي كدن بيه وحويلو مركات حجاج كصوب بحضان وإبراهيم المسلم صوم مرتان إيه ما هذا هذه آخرية وحيدا وحان سيئاتنا أبا حذيفة النهدي منك إلهي درتي وحوان وما دوبر المحوليه لها ورنوب الشيخ ما نهيها عياري ورضي نافة حيث الشيخ الشيخ والشيخ خفيعة حيث بعد الفجر حجاج من هابان 10 كقالنا مرها كبحنا وحان سيئاتنا مسلم من إبراهيم مرها كبحنا وحان سيئاتنا أبا حذيفة النهدي حول أبو حذيفة النهدي مكر القصب بحضان إيه ماذا وحده ما يهضنا وحنسي أن عارم بان حديث قال أن أبو النعمان شيخ البخاري وتقرنيسا حول جورمات فرق ليدي بعد المغرب فكان يأتينا في الليل سووي منجر أرضه مش الجوال فيقرأ عليهم الموطأ مركز كان رقانيا لأنه يحدث لله دنك لك ملا فني قال له قدوم مد بقاطان بدونية من كم أنت أولي وأكما شيخه وجانس ده كوما هاي إني مركا وحنا قال صورة ما يسونه كتابكم إنه آخر يمسه هوا شاطم كل أوري معنا المحيطة قاع نبي وحديث كم إنه يرين مركا أنا والله أنا كلا ودن يوحي وذا ودن أن صوم مرة أذيك مك جيل ما شو قدوم بس مكاغا قرا دنك ملا ما رأيت أحدا يحدث لله إلا
إلا وكيع والقعنبي قصده ساكتوس قصاده عجيبة وي قصاده عجيبة وي أبو حفص الفلاس أبو حفص الفلاس وحولي كان القعنبي مجاب الدعوة دعيس الله أقجيبه ولا أقبله أها وذا سهل حمدان بن سهل البلخي وفقيه وصو عيلي ما رأيت أحدا إذا رؤيا ذكر الله إلى القعنبي حول أحد مرك الله أرك إلهي لحصوصته عبسديسة وانقعنبي كأهين ما أرك بولي وحول كان إذا مر على المجالس قالوا لا إله إلا الله أمات مسلمين ما يلفرد هذا الصمر ويتوحيد سنجرين يعني عبادة ديسة سور ربي أقول حرانيا هاي وناقيسة بي ربك حصوصنا يا مركز يتوحيد سنجرين بول يعني إمام كان إمام سهلا ماءها لكن مسلم لم يكثر الرواية عنه لماذا هل مربو الله كل مي سندك قدام بي حجة حجة أسوى حجي قعنبي يا مسلمنا أويمت لباب قول يا لباتن كي جرد لباب قول يا لباتن كي جرد قعنبنا وحود انتي لباب قول لباتني كوغي بشد الحجة حجة لتشوغي أحاديث كقرطي بقعنبي كوريا وأنا أكبر شيخ لمسلم في صحيحي وفي كتب الأخرى ودنبا وحنا كلكم مهل كالسفر حجك أنتو كقرطب وكقرصدي أنتو كقرطب وكقرصدي طيب أبو زرعة الرازي كلمة سينام برجواء أسوي حول ما رأيت أحدا أجل في عيني من القعنبي أبو زرعة الرازي ودائما لكل مي ورجو لكل مرجل شيء كربا عن أهني وحول ما رأيت أحدا أجل في عيني من القعنبي أبو حاتم الصحيب كي أنا وطمرتي إمامكم مركة ترجمة يرتع وأستاهلها لكن مطولاتك كآخرية كتاريخ الإسلام يكتب تلامتك أئمة وواوين كمرة أو شوضة دم لها ومن شيوخ الجماعة إلا ابن ماجه وشيخ للجماعة إلا ابن ماجه لكن نسيوح أنه صوم الرأي فإنه يروي عنه بواسطة زين رجوا وكدم بصدح بقول يود انت وتقرني صدح بقول صدح لمية صدح بقول لبدي قاضي النسائي عبد الرحمن لكن مسلم يا بخاري ابو داود يا ترمذي تصبح قاتل اما ابن ماجه فلا يروي عنه لما كل من روايكم لها سو اما النسائي يروي عنه بواسطه مركو شيخ الجماعه وتكدي كرتا الا ابن ماجه